صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر المؤلفون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسبه عليه الصلاة والسلام، فهل لهذا فائدة؟ نعم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأجل معرفة النبي بنسبه الشريف، فهذا طيب، وما عمله المؤرخون والنسابون من هذا شيء طيب. الله جل وعلا يقول: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فهذا فيه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا، ذكره مختصرا، لأن هذا من معرفة النبي، وعندها الأصول ثلاثة: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لما جاء على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه وبلده التي ولد فيها والتي هاجر إليها، هذا من باب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.